هنالك تأثير كبير على الاختراع والابتكار، وأيضا هنالك العديد من الاستثمار في الطاقة المتجددة وإلى آخره، ولكن لابد أن ننظر في الموضوع بشكل مختلف حتى في الطاقة المستخدمة مسبقا. ولذا إن هذا مهم جدا لنمو الاقتصاد العالمي. المملكة العربية السعودية هي جزء كبير ومهم من الاقتصاد في الوقت الحالي لسببين. أولا أنها تؤثر على متطلبات الطاقة، ونحن أكثر مصدر مهم للتزويد بالطاقة، سوف نكون من المصادر المهمة للطاقة المتجددة، وسوف نقوم بتنويع الاقتصاد في المملكة العربية السعودية بعيدا عن البترول ومشتقاته، وسوف يكون لدينا أكثر منتجات من التي تساعدنا على التحول. وهنالك كثير من التقدم والتطور، ولكن العمل لم يتم بعد في مجال الطاقة المتجددة. ولذلك فإن أردنا نتحدث عن الطاقة البترول والطاقات المتجددة والغير المتجددة، فإنها من المهم لنا جدا keep a view on what's going on in the global economy. ننظر حول ما يحصل في الاقتصاد العالمي.